إيكوبلاج. في إيكوبلاج رحلة لليوم يهزنا صابر حديد رئيس جمعية غوندو تور للغيرين ببنزرت. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا صابر. مرحبا لبنى، مرحبا بيك واللي يسمعوا فينا الكل. مشكور جدا على تدخل معنا. إذن اليوم المنطقة هذه بهالاسم الفريد من نوعه، شنو الميزات متاحة؟ اليوم باش نمشيو لولاية بنزرت، المنطقة متاع رسنجلة، باش نمشيو للغيران. احنا حكينا ديجا على عين داموس، والغيران هي موجودة ما بين عين داموس ورسنجلة. المنطقة تتميز كيف كما الكوت هذيك كلها بالغابات نتاعها، بالطبيعة الفريدة من نوعها، وفما غاديك وراها جبولات عاملين ديكولين هكا، كل منظر الفريد من نوعه. معناها نلقاو جبولات نفس الفورمة ممتدين من بعد عين داموس حتى يكشي رسنجلة. وديجا واحنا ماشيين في الثنية معناها يظهرنا البحر ما بين زوج بولات في منظر ولا أروع. معناها نشوفوا البحر من بعيد، نشوفوا ديجا الكراه ديما يقفوا غاديكا باش ياخذوا التصاور وكل شيء. وفي جبولات هذوكم كان فما برشا غيران، توا مازالوا موجودين الغيران، ولاو يستعملوا فيهم الأكثرية اللي يسرحوا بالغنم والعلالج والمعيز وكل شيء، يقعدوا فيهم باش يتظلوا ويرتاحوا فيهم. المنطقة تتميز بالبحر نتاعها، اللي يقول رسنجلة يقول بحر سوفاج، يقول بحر مزيان، يقول الماء ترونسبارون شفاف، تبدا داخل في الماء تشوف في سقيك، معناها تشوف في الحوت تاع سقيك، نضيف على الاخر البلاج هذيك الكوت هذيك كلها. واحباء التخييم واحباء الطبيعة يلقاو غاديك المكان الملائم فيهم، معناها ينجموا يحطوا الخيم نتاعهم. فما العباد اللي يحبوا سنوركلينغ نذكروا اللي هو تعوم ببالم وماسك وتوبا وتكتشف الفون مارا، معناها كيما الغوندوني نسميوه احنا غوندوني اكواتيك، معناها تكتشف الفون مارا وتكتشف خفاش تعوم غاديك. فما الحجر اللي يخلي فما تنوع بيولوجي مائي كبير برشا غاديك في المنطقه هذيك. اليوم ديما سؤالنا، هل انه وجهه الناس والشباب اللي تحب تخيم وتحب تكتشف، والا العائلات زاده معناتها لما العائليه ممكنه مع الحذر، والا لا مش منصوح بها للمنطقه؟ هي الحاجه الباهيه في المنطقه هذه اللي فما الاذواق الكل، معناها الكهرباء توصل حتى كشي قريب للشط، معناها فما حتى دي بلاج اميناجي غاديك اللي ما يحبش يقدم برشا يحط كهربته ويعوم ادو با. معناها فما بحورات، فما لي باراسول، فما بحورات اميناجي كما قلنا، فما الكريسي تواول للعائلات اللي ما يحبوش يبعدوا برشا ولا اللي ما يحبوش يتنقلوا ولا يحبوا يقعدوا غاديك في بلاصتهم، يحبوا كهربتهم قريبة لهم. والعائلات كيف اللي يحبوا يقدموا شويه وحدهم كيف ينجموا زاده يهزوا باراسوليتهم ويقراوا حسابهم في الماكله في كل شيء، خاطر غاديك صعيب باش يلقاو من ياخذوا يهزوا معاهم الماء نتاعهم والماكله نتاعهم وقضيتهم وكل شيء، يقعدوا وين يحبوا. والاحباء التخييم فما الغابه غاديك، هو لما حاله ممنوع التخييم في الفتره هذه الكل على خاطر يخافوا من الحرائق وكل شيء في الغابات، نحكي مش على الحرائق في الغابات، ممنوع التخييم من 15 ماي ل 15 اكتوبر اللي هي تتناسب مع الموسم نتاع الصيد نتاع القرنيط، يتمنع في نفس الفتره هذيك خوفا من الحرائق، خاطر نعرفوا الدنيا تبدا شايحه واي حاجه تشعل ما عادش نجموا نوقفوها. دونك نكمبيو على البحر، والعباد اللي يحبوا يصطادوا اذا كيف بلاصه هايله برشا للمصيد. اذا بلاصه مزينه للمصيد، ممنوع شويه كما قلت لنا انه نقعد موجودين فتره طويله ونخيموا في المنطقه لانه خوفا من الحرائق، على ذلك ديما فرصه باش ناكدوا ان وقت اللي نشعلوا النار، وقت اللي معناتها نتلازموا باش نشعلوا النار ونستعملوها، راهو ردوا بالنا من معناتها من هكا انتلاع شويه النيران، وتنجم راي تحدث برشا مشاكل، على ذلك ما فيها بس انه يا اما ناخذوا حذرنا، والا ما غير ما نلتجئوا لاستعمال النيران وما نستلجئوش زاده للاشجار انه نستغلوهم. معناتها خلينا التخييم نتاعنا يكون في ظروف طيبه وما تسببش في خسائر من بعد شويه والا برشا اشكاليات. بالضبط لبنى، ونذكروا لاحباء التخييم، يعني العباد تحب التخييم وتحب الطبيعه، نورمالمون هم يحافظوا على الطبيعه ويحافظوا على الثروه هذيك، خاطر هما اللي باش يعاودوا اكثر عباد يستغلوا فيها ويستعملوا فيها. دونك كما قلت انت ما فماش علاش معناها حتى باش نشعلوا نار، نجموا ما نشعلوش، نجيبوا معنا كل شيء حاضر، والا فما زود التيغناتيف كما حكينا عليهم البارح، فينجم العباد يهزوا معاهم فحم، ينجم معناها يلقى التيغناتيف اخرين. وحتى لي ديشي ديما نحكيو على الديشي ما يطيشوهمش، مش لازم يحطوهم على خاطر فهم برشا عباد يلموا الديشي نتاعهم وما يقعدش يروح بيهم يحرقهم، الوغ هذيك كارثه بيئيه اكثر من انك تخلي الزبده تشعل فيها النار.
اي خاطر كل لي برودوي شيميك وكل ديشي توكسيك هذاك كله باش يمشي في الهواء وباش ينتشر في برشا بلايص اخرين. معناها في عوض الوسخ نتاعنا كان في بلاصه واحده كيفاش نحرقوه باش ينتشر في برشا بلايص اخرين باش يسمم في باش يسمم الهواء وباش يسمم الاشجار وباش يسمم مع الاكسجين تنفسوا فيه وباش يسبب في كوارث كبيره في طبقه الاوزون وفي كل شيء. معناها دونك ماذا بينا حتى الحرائق لا نلموا زبلتنا وكي نروحوا نحطوها في اقرب حاويه وما فهمش علاش معناها نخليو فيها غاديكا. مشكور جدا صابر حديد رئيس جمعية غوندو تور على كل هذه التوضيحات. الغيرين بنزرت هزنا اليوم لرحلة في المنطقة هذه المزينة اللي كل مناطق تونس هي مزينة نجموا نكتشفوا في برش حاجات باهية فيها، لكن مع الحفاظ على نظافتها هذه حاجة مهمة ومهمة برشا. كانت هذه ايكو بلاج لليوم، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة، من بعد شوية باش نحكي في اكتو كونسو على اسوي مطماطم على توفرها. ديما ذكروكم رانا باش نكونوا في متابعة ملف التعليم الاساسي، نحكيو على التوقعات الجويه ذي مختلف فقراتنا من توا حتى الماضي ساعه.